حضرت لهذا البلد الطيب الكريم أذربيجان لحضور مؤتمر عام التضامن الإسلامي وكان مؤتمرا ناجحا متميزا ونشكر أهل هذا البلد الكريم والقائمين على هذا المؤتمر على حفاوة استقبالهم وكنا قد زرنا بالأمس السيد رئيس الجمهورية وكان استقباله لنا رائعا لأهل مصر مع فضيلة المفتي وتحدثنا معا من أجل جمعية الصداقة بيننا وبين بين مصر وبين أذربيجان ونحن إن شاء الله سنحقق هذا المطلب في مصر بإذن الله تعالى وأنقل تحيات السيد رئيس مجلس النواب ومجلس النواب المصري إلى أذربيجان وإلى برلمان أذربيجان وأنا الآن كنت في لقاء مع هذا البرلمان في من أجل جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية وأتمنى لهذا البلد الكريم التقدم والازدهار فكل تقدم تحصل عليه أذربيجان فكأنما حصلت عليه مصر ونحن في السراء والضراء معا ونطالب بزيادة التعاون بين البلدين فهناك ثقافات متعددة وهناك أوجه شبه متعددة بين مصر وبين أذربيجان